يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مؤذن مسجد يترك مسجده في كل صلاة ظهر وعصر ويذهب إلى المساجد التي تقام فيها الصلاة على الجنائز رغبة منه في الأجر، فما الحكم في ذلك وما نصيحتكم له؟ الأجر في قيامه بالواجب، الواجب عليه أن يبقى في مسجده وأن يؤذن ويقيم الصلاة، هذا عمله المكلف به وهو واجب عليه. الصلاة على الجنازة هذه سنة، كيف يترك واجب يروح لطلب سنة؟